خير يا رب. مين؟ أنا يا أم إسلام. مساء الخير يا أم إسلام. مش هتقولي اتفضل؟ هقول لك اتفضل وأنا بديك المفتاح لما ألاقي لي سكن أنا وولادي. هنا سكنك برضو. اسكت، مش عايزة أسمع صوتك، ما تكملش. أنت جاي عايز إيه؟ أنت وصلك الإيجار ولا لأ؟ مش كده. اسمعيني. اسمعيني واعملي فيا اللي أنت عايزة تعمليه. أنت مهما كان أختي، يعني عمر الضفر مطلع من اللحم. يا ست اسمعيني واللي هتحكمي عليا بيه أنا راضي. اولا ادي راسك ابوس. اوعى ايدك ما تلمسنيش. حقك عليا بقى يا ام اسلام، انا غلطان. انا فوزي تعمل فيا كده؟ تبقى شقتك والتاجر بيا انا وولادي. ما هي مش شقتي لوحدي يا ام اسلام. ده انا حتى لو ماليش حق عندك كنت خدتني انا وولادي وعيشتنا في حضنك وفي نن عينيك. انا لو عليا والله ده انا ما رضيتش ولادي يعيشوا معاك في ملكي عشان تعيش انت ومراتك براحتك وما تبصلكش بطرف عينيها. تقوم تعمل فيا كده يا فوزي؟ ادي راسك. اوعى ما تلمسنيش. واعمل حسابك من هنا للجمعه الجايه هنكون شفنا لنا سكن انا وولادي. خلي لك بقى الشقه دي انت ومراتك. قصدك لمراتي؟ ده اللي انا عايز افهمه لك من الصبح. الشقه دي مش بتاعتي، بتاعت احلام بفلوسها. بفلوس احلام؟ انا يا دوبك ليه بس مبلغ بسيط كده. اه قد اللي ليه عندك. بص يا اختي خليك قاعده في الشقه وبراحتك. اعمل حسابك يا فوزي، اسلمك المفتاح تسلمني حقي نصيبي في شقه المرحوم ابويا. طب انا اجيب لك نصيبك في شقه المرحوم ابوك منين دلوقتي؟ هو انت مش كنت عاوزني اشتري الشقه دي؟ خلاص بيعها واديني نصيبي. طب لو ما لقيتش مشتري ولا احلام قالت لا؟ يبقى نبيع الشقه بقى اللي انت ساكن فيها واخد حقي. ابيع شقتي اللي عايش فيها انا وعيالي؟ انا هشتريها لو ما لقيتش حد يشتريها واديك نصيبك. ساكت ليه؟ ما ترد تقول حاجه. خلاص يا أحلام، ما عادش في كلام يتقال، قلنا كل حاجة. جيت دور عليكي بقى عشان تشوفي هتعملي إيه. أعمل إيه؟ أجري أدلل على الشقة وأقول مين يشتري عشان أبيعها برخص التراب وأدي أختك نصيبها؟ خلاص بيعي دي. أبيها إيه؟ بقى أنت يا راجل متجوزني السنين دي كلها ومقعدني هنا في الشقة عشان دلوقتي تقولي بيعي؟ حقها يا أحلام. وحق أنا فين؟ حقك هو عندك، شقتك مكتوبة باسمك. مش كانت شورتك لما قلتيلي أجر لها الشقة وأقول بتاعت واحد صاحبي؟ كدب ملوش رجلين يا أحلام. يعني أختك كانت عايزة تقعد في شقتنا ببلاش على حسابنا هي وولادها؟ زي إحنا ما عشنا السنين اللي فاتت دي كلها في نصيبها ببلاش، ما جاتش يوم قالت أحاسبكم أو عايزة حقي. آه أنت جاي بقى معبي من هناك برمت مخك يا فوزي؟ لا اسمع. لا اسمع ولا تسمعيني. الست مش عايزة غير حقها، قالت زي الشقة ما تتفصل أنا ليا التلت. وأنا بقى مش هسيب الشقة يا فوزي. وهي ما قالتش نسيبها. حتى لو قالت نسيبها، لعلمك أنا عارفة كويس قوي اللي في دماغ سعاد وحافظاك يا مين. هيكون إيه اللي في دماغها بس؟ تقف لنا مطالب على رجل واحدة عشان نضطر نقول لها اشتري الشقة، تقوم تديك نصيبك وتقعد في الشقة دي هي وولادها. الست بتقول لو. مفيش لو. الموالدة يا بيه اللي التالت خلاص السنة الجاية هيخش الجامعة، وطبعا هيخش يا هندسة يا طب، والرابع زيه شرب بقى يطلع معاش يوم ييجوا يقبدوا هنا، ولادها هيطلعوا دكاترة ومهندسين، واحنا بقى نترمي في عزبة الدربالة. يا اخي ده بعدها.